حييكم مشاهدينا دايما عبر الحال عنا الام تي في. وبالبدايه دايما بنبلش بالمعلومه. بمعلومتنا لليوم، وزير المالية علي حسن خليل أصدر مذكرة بتتعلق بتقدير ثمن المتر البيعي للأملاك العمومية البحرية المشغولة من الغير. فاصل ومنتابع. متابع الحال عنا عبر الام تي في. وزير المالية علي حسن خليل أصدر مذكرة بتتعلق بتقدير ثمن المتر البيعي للأملاك العمومية البحرية المشغولة من الغير. طلب فيها من رؤساء المصالح المالية الإقليمية في محافظات عكار ولبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي ورئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنية في مديرية الواردات كل بالنسبة للعقارات الواقعة ضمن نطاق صلاحيته إجراء الكشف الميداني على العقارات الصادرة بشأن تخخيص إشغال أملاك عمومية بحرية أو مشمولة بأحكام المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017 لتقدير ثمن المتر البيعي لها بتاريخ صدور هالمذكرة وإيداع بيان مقارنة بين هذا الثمن والسعر الذي بيتضمنه المرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018. وحدد الوزير الخليل مهلة أقصاها 31/10/2019 لإنجاز هالتقديرات. اتصالاتكم مشاهدينا على 04 444 444. متابعة. بمتابعتنا الاتصالات يلي وردت من الحزمية انه في اقلاق راحة خصوصا بالليل من قبل المطويات، وطبعا بالليل ما حدا عم يقدر يوقفهم. اتصلوا عدة مرات بقوى الامن بال 112 الظاهر، كمان قال ما حدا قدر يوقفهم. نحن تواصلنا مع بلدية الحزمية ونوعدنا انه رح يكون في دوريات لايقاف. هون انا بدي اقول لكل الشباب يلي على الموتو بالليل او على الموبيلات وبتعمل هالاصوات، يفكروا انه الليل هو للراحه، يفكروا انه في ناس ختياريه، في ناس مرضى، في ناس كثير تعبانين، في ناس بدهم بالنهار عندهم اشغال، من هيك يحترموا شوي سكوت الليل، صمت الليل. يعني ما عليه هيدي ما بدها رجوله انه اذا الواحد شفت على الموتويات بالليل وعمل كل هالبرمات يلي بيعملها بين البيوت خصوصا. وبشكر بلدية الحزمية إذا بتقدر تاخذ قرار بإيقافهم. اتصالاتكم على 04 444 444. باخذ أول اتصال. ألو. مرحبا. مرحبا. مدام ربيكا؟ نعم. نعم. إيه أنا مؤهل أول متقاعد بقوى الأمن الداخلي. إيه تفضل. أنا مؤهل أول بقوى الأمن الداخلي. أهلين تفضل. شو عندك؟ صار لي من 1/4 تقاعدت وبعد لهلا ما قبضت تعويضي. رجعت فيه؟ رجعت صرت 50 مرة، كل يوم بيزعبوني بيبيتوني بيزتوني على. طيب، أنت بتعرف وضع المالية العامة بهالفترة هيدي، بس بفتكر مفروض تنتظم. يعني امبارح بجلسة مجلس وزراء انطرح موضوع موازنة. في أزمة مالية معينة، يعني كان واضح وزير المالية لما حكيها امبارح، بس هذا الشيء ما بيعني انه حقكم بدكم تاخذوه، يعني بالنتيجة ما راح يروح حقك ابدا. وبعرف انه الواحد اللي بيطلع تقاعد ما بيقعد يشتغل، يعني بصير بحاجة لهالمعاش التعويضي حتى يعرف كيف بده يستمر بحياته وحياة عائلته. انا اذا عرفت شيء بهذا المجال على اكيد بعطيك جواب. كمان اتصال. بونجور مدام ربيكا. بونجور. رفعت هلال عم يحكي معك. اهلين. مدام رابيكا، انا صاحب موتور بعلي كهرباء. نعم. نحن مكسورين مش قادر بكفي. اتصلت بوزاره الاقتصاد مرتين ثلاثه، بيقولوا لي ما فيك غير ما تامن واحد محلك، وما حدا بفوت على مشروع خسران. نعم. عارفه انه المشاريع خسرانه. يعني واذا وقفت شو بيصير؟
اذا وقفت بده يجوا يصدروا لي المطارات. واذا اعطيت مطارك للبلديه ودريته؟ ما البلديه مش عم تستقبله كمان. شو بدي اعمل يعني؟ يعني صراحه انا بدي احرق موتاري، ولع موتاري، نفس كيف؟ ولا نولع الموتار، شو بدي اعمل فيه؟ يعني مع تنسي الناس عم تساعدهم، يعني انا لما تطلع الفاتوره، فاتوره الاشتراك تبعول العداد 17000 و18000، هذا اللي عم يصرف هالكهرباء. ما بحس معنى انه لو حط هو تنكه بنزين بالشهر، تنكه بنزين مش اكثر، حقها 25000 هي تنكه البنزين؟ لما نحن نقطع له الكهرباء منين بده يجيب كهرباء؟ لازم الناس تساعدنا، الناس عم تساعدنا حتى كمان. على كل حال يعني صارت الدولة ضدنا والناس المشتركين ضدنا. يعني على كل حال هن بيعتبروا لما اخذوا هالقرار انه انتم عملتوا مصاري كثير، صار حل يعني مش لازم بقى تعملوا مصاري، عرفت كيف؟ يعني هي كانت الحجة. البلدية وتاخذ منه 20 و25000 و30000 تخصم له كرمال الناس، شو بيعمل هذا؟ كان. نحن بعلاقة كان توصل الفاتورة على البلدية 110، يقولوا لنا حرام خذوا 85000 من العالم، وكنا نلتزم فيها، هسه ليه ما بنلتزموا فيها؟ لأقول لك يعني لو الدولة بتشد حالها وبتعطينا كهرباء 24/24 ما بنعود بحاجة للمطار، ولأنك تنقهر ولأنك يعني تكون عم تشتغل بخسارة صراحة. ما بعرف هالحالة شو لازم تعمل إذا يعني معلش قادرة الدولة على أصحاب والديت بس مش قادرة على كهرباء لبنان يلي عم نزيف الثلاث أرباع الخزينة عم بيروح على الكهرباء وما عندنا كهرباء، فتروح صوب شوي كهرباء لبنان، يعطونا كهرباء اكثر، شوف شو بدهم يعملوا صراحه. هلا هذا شيء بيرجع لك، هلا انت سمعت صوتك ورفعته يمكن كتار مثلك، بس اذا لا حول ولا انه ما بتقدروا، يا بدكم تبيعوا بالرخيص يا بدكم تامنوا، مش قادرين تامنوا دبروا راسكم. يعني هيدي ما بتصير عنزه لو طارت، ما بتصير بهالبلد، هيدا قطاع خاص، هيدا اوكي وصلت لوقت انت عم بتانذر قبل بوقت مشتركينك انه انا باخر الشهر ما راح اعطي، بقى دبروا حالكم، هيدا اللي بده يصير. انت منك معني، هي مش مسؤوليتك. ما بعرف ليه محملينك هالمسؤوليه، ما بعرف، يا ريت بيحملوا مسؤولية لكهرباء لبنان اللي هي ملتزمة وحيدة على بالبلد انها تعطي الكهرباء 24/24 للناس، ما بيكون فيه لا موتور ولا غير موتور، بس وين الكهرباء وتيصير عنا كهرباء؟ يعني كمان هيدي مش فضيحة. اهلا وسهلا فيك من علي، كمان اتصال. الو، تفضلي مدام. بونجور. بونجور. مدام ربيكا وحياتك، انا كنت سالتك بس ما حصلت على جواب، منشان مونتي فيردي ليش البلديه دوبلت السعر السنه الماضيه مدام؟ يعني شرحناها عده مرات السنه الماضيه، شرحها عده مرات رئيس بلديه بيت مري الاستاذ روي ابو شديد، شرح وقال ليش رفع الرسم البلدي من السنه الماضيه مش من السنه. طيب بدي أسأله. نعم تفضلي. كمان قلت لك انه في عنا ناتور سوداني عم ندفع عنه 1,750,000 بالسنة ضمان، ومكتوب على ما بيعملوا لنا إقامة وإجازة إلا ما نكون دافعين هودي بالضمان الاجتماعي، ولاحظين شغلي انه لا يستفيد. هيدي كيف بتصير هالشغلة؟ صراحة ناطرة 1,750,000 بالسنة. اوكي، انا ناطره تجاوبوني بالضمان بهذا الموضوع بعطيكي جواب. اوكي، هيدا سوداني لغير ناس مثلا لغير جنسيات ما بتصير يعني ما في لزوم تعملي ضمان، انما السوداني بروح بدي اعمل له اجازه واقامه ما بيقبلوا ولا ممكن يفوتوها بالسيستم الا ما اكون جايبت له يعني دمان. اذا مصري ما بينطبق عليه، فقط لا ينطبق لا على لا السودان. لا لا لا, لا. خليني أسأل بهذا الموضوع، هيك ماني عارفة أنه بس ينطبق على السودان، خليني أتأكد من الموضوع بعطيكي جواب. كمان اتصال. ألو. ألو، مرحبا. مرحبا مدام ربيكا. نعم، معك أيسر الصخر. إيه أهلا. أنا عندي مشكلة بسعد جنبي بالاستملاكات. إيه، دفعونا عودونا أول دفعة استدعينا. نعم، أخذنا حكم من سنتين. نعم، بتعرفي لا حتى نقبض اللي عودونا اياهم. بعد ما قبضوك اياهم؟ ما قبضونا اياهم، صاروا طالبين منا مرتين براءة ذمة، وبتعرفي بتاخذ اوراق هاي الاشياء، شو بتاخذ عذاب بالعبد او اشياء اخبار. لوحدك او في غيرك؟ لا في كثير، كل اغلب العالم. اوكي، رح نسال ليش التاخير، رح نسال.
يعني صرنا عاملين مرتين براءة ذمة على التكييف وبتاخذ كل الوقت اللي شهرين شغل راكد عادي. ايه مع مصاري كمان. ما بتجي براءة الذمة هيك. انه يطلع يحكينا استاذ جبران. مين استاذ جبران؟ جان جبران؟ جان جبران، ايه حكينا على الهواء انه شوف شو الوضع شو لا. نحن رح نتواصل معه، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال؟ الو؟ الو؟ تفضل. يعطيك العافية. أهلين. بدي أعزك بس إذا فيك تستعلمينا عن شغلتين موضوعين سريعين. شو هن؟ إذا عاملة كونترا مع مالك. نعم. تأجري بيت. نعم. عادة بيطلع حقك يطلع لك نسخة عن الكونترا، صح يا ملا؟ ما أكيد. أوكي، هذه النسخة عم بدفعونا $80 لناخذ نسخة عن الكونترا. المالك عم بدفعك 85 دولار؟ لا يعطيك، لا يعطيك صورة عن الكونترا، إن كان صورة هي عادة بيعملوا نسختين لإلي كل المالك. أكيد. هلا قالوا لنا إنه هيك الأمر الجديد، بس إذا بنعرف ليه. أوكي. من هالعلام اللي عملها يعني. وشغلة تانية. طول عمره بناخذ نسختين أو صورة، لشو بيدفعونا $80؟ أوكي، شغلة تانية. لمين بتدفعها؟ لمين بتدفعها؟ ال $80 بتدفعها للبلدية ولا لمين؟ لمين؟ نحن بندفعها للشركة يعني هي اللي مستلمة اللي عم بتأجر. أوكي. أوكي. بيطلبوا رسوم $80 ليعطونا نسخة. أوكي. طيب وشو السؤال الثاني؟ بيجي عليها مثل هيك فوتوكوبي يعني مثل كان طابع هيك طابع مالي أو شيء من هالنوع يعني. ما في يعني أشياء تستوجب هالمبلغ كله. أوكي. وشو السؤال الثاني؟ بس بحب نعرف إنه ليه هالشيء عم بيصير. أوكي. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبة للرسوم البلدية هذيك السنة يعني تقريبا بشهر أب كنا عم ندفع وقفنا أكثر من 5 ساعات تحت بالبلدية. يعني يا محلى الغنم ركضونا ركض انه حتى ما يزيدوا علينا ضرائب. هلا هالسنه كل مره بيقولوا لنا اتصلوا كل 10 ايام كل 10 ايام لتنزل الرسوم. كل مره نتصل بعد ما نزلت، يا اخي شو القصه؟ نحن اللي عم نشك فيه انه عم نسمع معقول يكون في من وراء النفايات قال زيادات على البيوت. يعني مش معقول هالسرقه بهالبلد. شو بدهم؟ يعني شو بدهم؟ بأي بلدية؟ بالأخير إنه لتفاجئونا في 100-200 ألف زيادة يعني. طيب بأي بلدية؟ بحب افهم منك هالشغلتين. أي بلدية؟ بالنسبة للصورة عن الكونترا وعن عن الرسوم البلدية، يعني إذا واحد بده يدفع ما بتاخذوا منه بتنطروا، شو السبب؟ ما أنتم طفرانين بدكم ليرة من غيرنا. لحظة خليني أفهم منك شغلة، ما هلا نيكل البلديات محددة، ما في كمان كل بلدية محددة دفع الرسوم بمهلة محددة، إذا بتتخطى هالمهلة في غرامة 2%، يعني اليافطات مثل لي الدنيا، أنت بأي بلدية عم تحكي؟ بلدية بيروت هذه اللي كنا دفعنا قبل، أنا شهر أوكي. ماضي دفعت. خلص رح أسأل ببيروت، رح أسأل عن قضية بيروت، أوكي، عرفت وين؟ لأنه كل بلدية عندها تاريخ أنت مهلة محددة، ومن بعد انتهاء هالمهلة في غرامة 2%، يعني نازل اليافطات بكل المناطق، هلا ببيروت رح أسأل لك عن بيروت، أوكي، ليش بعد ما صدرت؟ باخذ اتصال كمان؟ ألو أهلا بونجور بونجور الو تفضل ايه معك جورج عوب ايه اهلين في عنا دعوه ست ربيكا انه نمرق بتونيل شكه نعم نمرق بتونيل شكه معتم ليل نهار وبالاخص بالنهار اجى بتمرق ايه فوت الجو عطمي ظلمه امبارح كان واحد ضربني يروح شمال ويمين لانه فاونس وبعدين هالحيط المهدور صار له من عمنا اول جت الشتويه الثانيه لحد وصال وما عملوا في شيء يعني بنتمنى على وزير الاشغال فينيانوس انه يهتم بالموضوع وتوصلي لنا هالشيء اكيد رح وصل على القليله اكيد التونيل بيضوي على الطاقه الشمسيه ست ربيكا اوكي مفروض يضوي بالنهار قبل الليل يعني بالليل ما عم يضوي تركينه مطفي ليل نهار مين مسؤول عنه ما بعرف بس بعرف انه لا مسؤولي عنه وزاره الاشغال مسؤولي عنه وزاره الاشغال اوكي كمان باخذ اتصال الو ايه تفضل مرحبا مرحبا انا هلا على الهواء ايه انت على الهواء فيني احكي على اكيد اسمي ولا بدك بدك قل لي شو بدك وشو عندك عملت رود انا مواطن لبناني وبحمل خط تاتش اوكي بتحب اعطي الرقم ولا ما مش ضروري شو المشكله بس شو المشكلة تبع التشريج انا مواطن اوكي تفضلي هي اسمعيني انا مواطن لبناني احمل الجنسيه اللبنانيه عند خط تاتش بحوزتي خط تاتش بدي اروح اشتري كروت تشريج ممكن اعرف من وين اذا كان شركه تاتش منعت تبيعني تعاملوا معي بعنصريه شديده وبالذات وليد طنوس حكي معي بطريقه جدا مهينه كاني انا عم بترك اي هاف ا ماني
I have my money. I need to purchase a card recharge. Where is my right, like a nationality Lebanese, to get my right to take a voucher card recharge? Simple well, question and simple answer. Okay. So إذا أنا ما فيني من تاتش فيني روح تبعتيني بكرة على وزارة الاتصالات روح نام هوني اشتري كروت تاتش لخطوطي. مسيو وين ساكن؟ بأي مطرح ساكن؟ تفضلي عم بسمعك. وين ساكن؟ وين ساكن؟ شو خاصة السكن؟ لا لا شوف أنا أقرب محل لإلك. نو 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 بحقي أنا ما بدي أشتري من محلات، ما في لبناني بحق له يبيعني، أنا ما بدي أشتري من لبناني، أنا بختص جنسيتي لبناني بدي أشتري من وزارة الاتصالات أو التوكيل الأجريمنت اللي معمول من وزارة الاتصالات لألفا وتاتش. إذا وليد طنوس بده يمنعني أشتري وشركة ألفا بدها تمنعني أشتري وأنا مواطن لبناني بكت إليلي وين وزير الاتصالات محمد شهير وبك التنين بده يروح يشتري كروت. يا خي ما فهمت ما فهمت ليه بدهم يمنعوك؟ أي مواطن مسيو ليش بدهم يمنعوني؟ ليه؟ تفضلي استاذة استاذة ريبكا لو سمحتي ما بدنا نحكي عشوائيات، أنا منعت وتعاملت بإهانة من وليد طنوس ومنع يبيعوني كروت، قال ممنوع تبيعوا أكثر من كارتين، ما بدي أنا مش جاي أشحت منه. طيب. عندي فلوسي وبدي أشتري كروتي، أنا مواطن لبناني، وزارة الاتصالات والدستور واضح. Ministry of Telecommunication of Lebanon لما بدها تبيع لأي مواطن لبناني ما بحق لوزارة الاتصالات أو أي حدا بلبناني يحدد له شو بدي يشتري، ما في حدا بالكرة الأرضية بيحدد لي شو بدي يشتري ولا لا. أنا منعت من وليد طنوس وفي عندي أشخاص منعوا ممنوع ينباع أكثر من كابتن، ليش منك أنت؟ اشحت منك انا فلوسي قدامي وعصر ميتي فلوسي ما بدي يبيعوني بدي روح على وزاره الاتصالات. طيب. انا بدي نام عند وزاره الاتصالات يوم التنام بدي اشتري كروت اللي بدي اياه، انا ما عم بشحت من حدا وما طيب. طالب شفقة حدا حق. طيب. الكارت 38290 ليره بتسعير 2507 هيدا الدستور مش لخبطه، مين كلاس ومين كازما وسويبتيل وباورتيل وجوبر جروب او اي انسان إن كان او محل تليفونات انا بدي اروح اشتري من عنده، ليه؟ مش مواطن لبناني انا؟ بدي اشتري من وزاره الاتصالات، وين النص طيب. الدستوري اللي بيقول ممنوع طيب اشتري من طيب طول بالك طول بالك، اكيد هن بيتمنوا يبيعوا ما حدش بيتمني ما يبيع، هلا ما بعرف قديش بدك كم كارت وليش منع ليش ما بعطوك اكثر من كارت او ما فيك تاخد أكتر من كارت، هذا موضوع أنا ما بقدر جاوبك عليه، بس بقدر أنا أتواصل مع وزارة الاتصالات لنشوف شو هالقضية هيدي. إذا بتريد ترك لي رقمك ترك لي رقمك مع دوريس. كمان اتصال. ألو. إيه تفضل. ألو. إيه تفضل مسيو. بدي أسألك سؤال لو سمحت. إيه سألني مدام ريبيكا يعطيك العافية. أهلا فيك. سؤالي أنا الشخص اللي حاصل على إقامة بواسطة أمه اللبنانية، قريت بالصحف من يومين انه اذا بده يجي على لبنان لازم يكون ياخذ فيزا لغيوها هذه، هل هذا صحيح؟ انه صار ما عاد بدك فيزا اذا امك لبنانيه؟ ايوه هو شخص مصري، شاب مصري معه اقامه، كان بيجي بفوت على طريق الفيزا لانه معه فيزا على 3 سنين طالع. نعم. من الامن العام اللبناني. اوكي انت بدك تسال اذا صار يفوت على لبنان بدون فيزا. ايوه اوكي لانه كتبوا انه بده يلغوها بالأمن العام. طيب خليني أسأل الأمن العام شو الجواب وأنا بعطيكم إياه يعني التنين إذا الله رد. أهلا وسهلا. في اتصال. ألو. ألو. أهلا. يعطيك العافية. أهلين. بس أنا عندي شكوى بوزارة العمل قدمها من 3 شهر. إيه من 3 أيلول. 3 أيلول أساس أرجع ب6 أيلول إنه بتكون مفتشة، رجعت ما كان في مفتشة المسؤولة وصار تفاوض بهالأثناء مع أصحاب الشغل. نعم. طالب بحقوقي وهيك قالوا لي بيطلع لك هيك هيك هيك، قلت لهم أنا أقل شيء بيطلع لي هيك يعني تنزلت بيطلع لي، أنا صار لي 5 أشهر عندهم بالشركة بس مسجليني هن من شهر يعني من شهر تموز سجلوني، أنا صار لي من أدار من نص أدار شيلي أدار قولي نيسان وقفوني عن العمل ما في لا اي اسباب وشو الاسباب ما حدا يعني شيء هيك لانه انا صار معي لانه عم طالب بحقوقي معاش العائله والاوفر تايم تبع اولادي ما عم يدفعوا لي اياهم وقفوني هلا عن العمل وعم بتفاوض معهم هلا امبارح اخر شيء على اساس وزاره العمل رحت لعند نهار الاربعاء قلت لي انا رح دق لهم معاشهم معاشك ما بحق لك ما بحق لهم يحجزوا لك اياه اذا ما دفعوا لك اياه انا بعمل لهم محضر ضابط. اليوم عم رجع بالموضوع قالت لي روح شوف شو رح يقولوا لك شو رح يعطوك، كنت الساعة 11 عندهم رحت ما كان بده مديني على استقالة، بيجا هن إيقالي يعني من الشركة
والمفتشي هناك بتقول لي تعال عندي بموعد عاد بموعد الجلسه. قلت لها ما حضرتك قلتي لي دجا انه بتعملي له محضر ضبط. قالت لي لا ما انا بلغتهم على التليفون. قلت لها شوف شو ذنبي انا بهالحاله هلا يعني عم حددت لي انا جلسه ل 15 تشرين الاول اف صاروا جماعتين يعني وحجزين لي معاشي مش قصه التعويض الثاني. هذا مين بدي اعرف مين بده يعني انا المفتش مين مسؤول مين وزاره العمل يعني وزير العمل مسؤول بكتب على كتاب لوزير رحنا العمل رحنا اليوم وجهه صاحب الشركه بيقول لي معنا الوزير رابطي يعني هن من بيت ابو عاصي شركه اسمها فيرستو صاحبها اسمه جورج ابو عاصي. يعني اذا كان بيقرب الوزير ما بيطبقش لانه ما هو وزير ما العمل ما هو قال لي ما قال لي انا رابط الوزير ما بعرف مين هو اي وزير رابطه. قلت لأنه معالي وزير العمل ما يعني ما عنده أمامه إلا القانون يعني ما عم يشتغل إلا ضمن القانون هذا اللي بعثه. أتمنى يبعث ورايي أنا رقمي 76636. هلا هو مش هيبعث وراك ويتلفن لك الوزير يعني بدك تروح على مكتب. لحظة خلينا نتفهم على شغلة. أنت رحت على الطريق المضبوطة وزارة العمل اشتكيت المفتشة عم تتواصل معك عاملين لك جلسة أوكي كتير منيح. أنت بدك تسرع الموضوع لأنه شايف أنه 15 سنين بعيد. تقدر تتواصل مع مكتب معالي الوزير بتقصد مكتب معالي الوزير بوزارة العمل وفي مستشاره أو في سكرتيرته أو في حدا بمكتبه بيقدر يسمع لك وينصحك شو الموضوع يعني أنت لأنه أنت عم بتروح على المصدر الأساسي. هلأ أنت بدك شغلة بجمعة بقضايا هيدي بتاخد شوية وقت يعني إذا عينت لك ب15-20 هيدي شغلة كتير منيحة ما أخرتك كتير. إذا مستعجل أكثر ما إلك إلا هاي الطريقة هيدي. صورة اليوم نشوفها سوا. خلي الصورة بقلبك بيحلى بلدك. حملة هيدي هالحملة أعلنتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمستهل بداية السنة المئة لقيام دولة لبنان الكبير. وبمناسبة حلول اليوم العالمي لتنظيف الأرض في 15 أيلول وعملاً باستراتيجية المرأة للعام من العام 2011-2021 حفاظاً على البيئة فتقدمت الهيئة من رئيس مجلس الوزراء بطلب اتخاذ القرارات الإدارية وإعطاء التوجيهات الكفيلة لإزالة صور الشخصيات كما واليافطات يلي بتحمل شعارات سياسية وحزبية وطائفية واللي بيتم رفعها في الأماكن العامة بجميع أنحاء لبنان. وقد وافق مجلس وزراء بجلسته على هذا المطلب. نهاية أسبوع مريحة بتمنيها للجميع على أمل نلتقى فيكم أكيد نهار التنين. وأنا بدي أقول ليلة عيد الصليب إن شاء الله صليب دايما بيكون مرفوع بقلوبنا وبيحمينا. إلى اللقاء.